في كل الدول اللي حوالين مصر، وده بيمثل كتير قوي. لو بنبص لبعض الدول دي بتمثل حوالي 13% من التصدير في مصر، فده جزء كبير قوي من عجز الميزان التجاري اللي اشار لي مونتس. ده صوره بسيطه عن المناخ العالمي. مصر طبعا مش بعيد عن هذا المناخ. احنا عندنا طبعا مشاكلنا الداخليه، وجزء من مشاكلنا الداخليه كانت بالاسباب اللي احنا عشناها في اخر 4 سنوات او 5 سنوات، زائد ارتباطنا طبعا بالعالم من خلال هذه التجاره. لما نيجي نبص عندنا في مصر عجز الموازنه اتحسن يمكن من 12.2 ل 11.5، فده يمكن ماشي في الاتجاه الصح. ولكن لو احنا نيجي نشوف انه عجز الموازنه المفروض يكون في حدود 5%، ده البنش مارك.